الرابطة الأيونية. (Ionic Bonds) اليوم سنخصص وقت حصتنا للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم، فهيا يا طلابي المجتهدين، تفضلوا بطرح الأسئلة. تفضل يا مازن. تعلمنا أن الرابطة الكيميائية هي عبارة عن قوة الربط بين ذرتين إحداهما بالأخرى. صحيح، تفضل يا سالم. وعرفنا ان من انواع الروابط الكيميائيه التي تحدث بين الذرات المختلفه الرابطه الايونيه والرابطه الفلزيه والرابطه التساهميه وكذلك الرابطه الهيدروجينيه نعم نريد ان نعرف ما هي الرابطه الايونيه يا معلمي افهم من ذلك انه سؤال جماعي نعم لقد جلسنا سويا وقرانا الدرس وتناقشنا سويا ونريد مزيدا من الايضاح حسنا يمكننا تعريف الرابطه الايونيه بانها الرابطه التي تنشا بين ايونين شحنتهما مختلفه كيف تتم هذه الرابطه يا معلمي تتم الرابطه الايونيه بفقد الالكترونات واكتسابها بين الذرتين التي تنشا بينهما الرابطه اذا الرابطه الايونيه تحدث عاده بين الفلزات واللافلزات اليس كذلك استنتاج رائع يا سالم، ولكن هل تعرف لماذا؟ لأن الفلزات تميل إلى فقد إلكترونات متحولة إلى أيون موجب، أما اللافلزات فتميل لاكتساب الإلكترونات المتحولة إلى أيون سالب. وماذا يحدث بعد ذلك؟ بعد ذلك ينشأ تجاذب كهربي بين الأيون الموجب للفلز والأيون السالب للفلز. فتتكون الرابطة الايونية. هل يمكن التوضيح بمثال يا معلمي؟ تعالوا لنرى سويا ما التفاعل الذي يحدث بين الصوديوم والكلور. يتفاعل الصوديوم مع الكلور، وتحدث بينهما رابطة ايونية ينشأ عنها ملح الطعام. وبالنظر إلى التوزيع الإلكتروني لذرة الصوديوم، نجد أن ذرة الصوديوم في الزية فهي تميل إلى فقد الإلكترون في مستوى الطاقة الأخير، أو ما يسمى بغلاف التكافؤ، ويصل للتركيب الإلكتروني لغاز النيون، وهو أقرب غاز خامل له في الجدول الدوري. والآن، هل يمكن لأحدكم أن يشرح لي ما حدث؟ تتحول ذرة الصوديوم إلى أيون الصوديوم الموجب، NA موجب. وما سبب التعبير بالإشارة الموجبة؟ لأن الذرة عندما تفقد الإلكترون يقل عدد الإلكترونات، وبالتالي تقل الشحنة السالبة وتزداد الشحنة الموجبة. ويمكن الإضافة على ذلك أن الذرة لم تعد متعادلة كهربيًا. ذرة الكلور من اللافل للزات وتميل لاكتساب إلكترون من ذرة الصوديوم متحولة إلى أيون سالب، وتصل لتركيب أقرب غاز خامل في الجدول الدوري وهو غاز الأرجون، وبهذا فإنها تصل إلى حالة الاستقرار. ولماذا نعبر بالإشارة السالبة يا مازن؟ نعبر بالإشارة السالبة مع أيون الكلور، لأن عدد الإلكترونات السالبة أصبح أكثر من البروتونات الموجبة، وهو ما يعني أن ذرة الكلور أيضا لم تعد متعادلة كهربيا. ومن هنا تنشأ الرابطة الأيونية بين الصوديوم والكلور، وذلك من خلال الانجذاب الكهربي بين أيون الصوديوم الموجب وأيون الكلور السالب، وينتج في النهاية المركب الأيوني كلوريد الصوديوم أو ملح الطعام. وما هو المركب يا معلمي؟ المركب كومباوند هو مادة تتكون من عنصرين أو أكثر مرتبطين برابطة كيميائية. وهل هناك امثله اخرى على المركبات غير كلوريد الصوديوم؟ امثله كثيره منها على سبيل المثال اكسيد المغنيسيوم ويرمز له MgO معلمي الاحظ من هذا الرمز ان عنصر المغنيسيوم قد فقد الكترونين اكتسبهما عنصر الاكسجين هل حدث ذلك بالفعل؟ ملاحظه دقيقه يا خالد فذره الاكسجين تميل لاكتساب الكترونين متحوله الى حاله الاستقرار وتصل للتركيب الالكتروني لاقرب غاز خامل في الجدول الدوري وهو غاز النيون وحينها تفقد ذره المغنيسيوم الكترونين متحوله الى حاله الاستقرار هي الاخرى وعندئذ تنشا الرابطه الايونيه مكونه مركب اكسيد المغنيسيوم احسنتم يا ابنائي فمناقشتكم تثري دوماً الحوار بيننا وتدفعكم إلى المزيد من التقدم وطرح الأسئلة يجعلنا نستفيد كثيراً من معلوماتك الغزيرة يا معلمي شكراً, شكرا لك, لك, لك يا, معلمي يا معلمي يمكننا أن نلخص ما تعلمناه اليوم فيما يلي الرابطة الأيونية هي الرابطة التي تنشأ بين أيونين شحنتهما مختلفة تتكون الرابطة الأيونية نتيجه حدوث تجاذب كهربي بين ايون موجب واخر سالب المركب هو ماده تتكون من عنصرين او اكثر مرتبطين برابطه كيميائيه